في دراسة اتعملت في جامعة هارفارد استمرت لمدة 75 سنة، ابتدت سنة 1938 وفضلت لحد 2013. الدراسة دي كانت بتحاول تجاوب على سؤال واحد، وهو ايه اللي بيخلي حياة الناس اسعد وافضل؟ وده لاننا لو سألنا الناس في نهاية حياتهم عن ذكرياتهم غالبا بيدونا اجابات مش معبرة عن الواقع اللي عاشوه فعلا. لازم ندرسهم بنفسنا عشان نعرف حصل ايه في حياتهم فعلا. الدراسة بدأت على عدد 724 مراهق من أماكن مختلفة وظروف مختلفة إلخ، وفضلت تتابعهم لحد يا إما ماتوا أو بعضهم عايش لحد ما عدى 90 سنة. وأخيرا سنة 2016 الرئيس الرابع للبحث ده دكتور روبرت والدينجر عمل محاضرة في سلسلة محاضرات تيد المشهورة وقال لنا على نتيجة البحث اللي درس سنين طويلة من حياة البشر دراسة عملية دقيقة عشان يقول لنا سر السعادة في الحياة. قبل ما أقولك السر خلينا أسألك سؤال بسيط، لو تخيلنا إن بقى عندك القدرة على إنك تسافر للماضي وتغير أي حاجة، هتغير إيه؟ الإجابة اللي أغلب الناس هتقولها هتكون متعلقة بالفلوس، هشتري أسهم هتعلى في البورصة مثلا، أو أستثمر في حاجة زي البيتكوين أيام ما كان العشرة بيتكوين بدولار، أو 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 من الآخر حاجة أنا عارف إنها هتضمن لي الثراء الفاحش، بس مش دي الإجابة الصح. أنت المفروض تستثمر في الحاجة اللي هتضمن لك سعادة طويلة الأمد، واللي هي تبعا لدراسة الإخوة بتوع هارفارد ما كانتش الفلوس، أمال كانت إيه؟ قبل ما نخش فيلم النهاردة آدمز بروجكت أو مشروع آدم، أحب أقول لكم نتيجة الدراسة. الدراسة نتيجتها باختصار وفي سطر واحد إن العلاقات الجيدة بالآخرين هي سبب السعادة والصحة. هتقولي تقصد الصحة النفسية مش كده؟ هقولك والصحة الجسدية كمان. الناس اللي عايشين في علاقات سليمة وسوية مع أسرهم صحتهم الجسدية بتبقى أفضل. بس كده، دي نتيجة الدراسة. يعني في اختلافات جذرية في حياته، بس كله انطبق عليه القانون ده، العلاقات الجيدة بالآخرين تضمن لك حياة أفضل. الخلاصة إنك لو رجعت بالزمن أفضل قرار ممكن تاخده هو إنك تصلح علاقاتك بأسرتك وتبني علاقات كويسة مع أصدقائك وقريبك ومجتمعك. وده بقى اللي الأستاذ آدم عمله. الفيلم بيبتدي سنة 2050، بنشوف الأستاذ آدم سارق طيارة حربية وبيحاول يستخدمها عشان يرجع بالزمن لسنة 2018، وفي طيارات وراه بتطرده وبتضرب عليه صواريخ. طريقة السفر عبر الزمن في الفيلم ده هو انك بتفتح فجوة في الهواء كده وهوب تنط جواها تلاقي نفسك في اي زمن انت تختاره. الاستاذ ادم كان عاوز يرجع لسنة 2018، بس بيقوم لابس صاروخ من الطيارة اللي وراه فبينزل غصب عنه قبلها باربع محطات، تحديدا سنة 2022. بالتالي بيقابل نفسه وهو لسه طفل، بيشوف ادم الصغير اللي اتولد سنة 2010 ودلوقتي عنده 12 سنة. بس خلينا نقف هنا ثانية واحدة عشان نشرح فكرة السفر عبر الزمن بتشتغل ازاي في الفيلم ده. ايوه في الفيلم ده تحديدا، لأن كل فيلم بيتعامل مع الفكرة بشكل مختلف. يمكن أشهر طريقة لتناول الموضوع كانت طريقة الخطوط الزمنية المتوازية أو العوالم المتوازية بتاعت أفلام مارفل، اللي معناها باختصار إنك لو رجعت بالزمن وغيرت حاجة معينة في مستقبل جديد بيتخلق معتمد على التغييرات دي، ولو غيرت حاجة تانية بيتخلق لها زمن مخصوص ليها برضو، وهكذا. لو غيرت مليون حاجة هيبقى في مليون عالم كل نسخة مختلفة عن التانية. بس مش ده اللي بيحصل هنا، احنا لسه هنخلق مليون عالم. الفيلم من انتاج نتفليكس ومعناش فلوس ننافس مارفل، بالتالي الحل اللي بيلجأ ليه الفيلم هي فكرة الزمن الثابت، خط زمني واحد بس. لو رجعت في الماضي وغيرت اي حاجة وبعدين رجعت تاني للحاضر هتلاقي حياتك اتغيرت وذاكرتك اتمسح منها اي شيء حصل قبل التغيير. مثال سريع، لو انت عايش معنا دلوقتي في 2022 وبعدين رجعت بالزمن وقتلت هتلر وهو لسه صغير، وبعدين رجعت 2022 تاني، خلاص مش هيبقى في حاجة اسمها حرب عالمية، وانت نفسك مش هتفتكر ايه اللي حصل. ولو سألتك مين هتلر وايه هي الحرب العالمية التانية هتقولي ما خبرش، لان خلاص ذاكرتك ما بقاش فيها غير النسخة الجديدة من الواقع. تمام؟ ثواني بس، هو آدم عاوز يرجع لسنة 2018 ليه أساسا؟ هقولك عشان مراته لورا كانت رجعت في 2018 واختفت هناك، ما يعرفش راحت ليه ولا كانت بتعمل ايه، بس لازم يرجع يدور عليها. بس زي ما قلنا الأستاذ آدم في رحلته من 2050 ل 2018 طيارته جزء منها بينفجر وبيتزحلق غصب عنه وينزل في 2022. زي كتير من أبطال القصص الخارقة طفولة آدم ما كانتش مثالية، يعني مثلا كان بيتبلطج عليه من العيال اللي أكبر منه في المدرسة، والسبب إنه كان دايما يتريق عليهم. هو مدرك إن في فرق في الأحجام سيدي الرئيس، بس ده مش معناه إنه هيخاف ويطاطي. يعني كل مرة بيعمل مشكلة في المدرسة أمه بتيجي بتاخده وهي طبعا متضايقة منه. الأم مش عاوزة مشاكل لأن الأب مش موجود، الأب مات من حوالي سنتين يعني سنة 2020. حاليا آدم حاسس بالوحدة وإن محدش فاهمه،
تأثير موت الأب على آدم شبه مدمر، ودي أهم نقطة في الفيلم. في بداية سن البلوغ الولد بيبقى محتاج الأب أكتر من الأم. الأم بتحاول تلعب دور الأب بس ما بتقدرش تملأ. مثلا في موقف الخناقة بتاع المدرسة، الأم بتحاول تمنع الابن إنه يتخانق. آدم بيقولها أنا كل اللي حواليا أكبر مني في الحجم، بالتالي كده كده هضطر أدخل في خناقات من وقت للتاني. وبعدين بيقولها الجملة اللي بتوجعها قوي، لو كان أبويا موجود دلوقتي كان هيفهم ده. ومش دي الكلمة الوحيدة اللي بتوجع الأم. آدم بيتريق عليها لما يلاقيها لسه يعني بتدير شغلها بالورقة والقلم مثلا، وكمان بيتريق عليها لما يلاقيها بتتكلم مع رجالة غير أبوه اللي مات، وغيرها من المواقف. ببساطة آدم اللي عنده 12 سنة بيطلع غضبه من وفاة أبوه في أمه. آدم الكبير لما بيرجع بالزمن بيشوف حاجات ما شافهاش وهو صغير. مثلا بيشوف الأم وهي واقفة لوحدها في ركن بعيد في البيت بتعيط بحرقة بعد ما آدم الصغير حطها في موقف محرج قدام راجل غريب. وإحنا صغيرين ما بنبقاش مصدقين إن أهالينا ممكن يعيطوا عادي من كلمة قلناها. آدم أبو 40 سنة بيقول لآدم أبو 12 سنة أنت هتعيش بقية حياتك ندمان على الطريقة اللي كنت بتعامل أمك بيها. كل ما تفتكر أنت كنت بتعاملها إزاي هتحس بوجع في بطنك. وعشان يحاول يصلح علاقته بأمه، آدم الكبير بيروح يقابل الأم في البار اللي هي بتقعد فيه. المهم آدم بيعمل نفسه إنه مجرد زبون قاعد بالصدفة في البار عشان يتكلم معاها ويديها رسالة مهمة، وهي طبعا مش عارفة إنها بتتكلم مع ابنها في المستقبل. بيقول لها انت مش لازم طول الوقت تعملي نفسك انك قويه وجامده ومسيطره قدام ابنك، لان المشكله انه هيصدقك، وده طبعا هيضايقه لانه حاسس انك المفروض تكوني متاثره بسبب موت ابوه. انت عاوزه تبقي جامده ومسيطره عشان حاسه بالمسؤوليه، عاوزه تشيلي من عليه الحمل وتلعبي دور الاب والام مع بعض. المشكله الثانيه انه هيفضل يتعامل معاك باعتبارك سوبر وومن لحد ما هيجي يوم وتنكسري فيه تحت حمل المسؤوليه، لانك مش سوبر وومن، انت وومن عادي يعني. وهو ماشي بيقول لها اوعي تفتكر ان ادم بيكرهك، هو بيحبك فوق ما هو نفسه متخيل في سنه ده، وبيسيبها ويمشي. طب العلاقه بين ادم الكبير وادم الصغير عامله ازاي؟ لا ما بيحبوش بعض ولا حاجه، بالعكس ادم الكبير مش متخيل انه كان مزعج ورغاي ولمط كده وهو صغير، مش طايق نفسه الراجل يعني. حتى بنشوفه بيكلم مراته وبيقول لها انا لما بكلم نفسي من الماضي وانا صغير بحس اني عاوز امسك راسي احطها في طشت ميه لحد ما اقطع النفس، اللي هو انا ازاي كنت شخصيه مزعجه ومقرفه كده، كان حقهم ابويا وامي يلطشوا لي والله. النقطه الاهم هي ان ادم الكبير مش بيحاول ينتقم من الماضي بتاعه، زي انه مثلا يروح المدرسه ويمسك العيال اللي كانوا بيبلطجوا عليه وهو صغير ويرنهم علقه محترمه عشان ينتقم من ايام العذاب وسف التراب، لانه شايف ان الماضي المأساوي ده هو جزء من تكوين شخصيته، ومش من الصح انك تشيل كل العقبات والمشاكل اللي قوت شخصيتك وميزتك عن غيرك. آدم بيعمل حاجة أحسن، بيشجع آدم الصغير إنه يتخانق ويدافع عن نفسه، وبيعلمه إزاي يخوف العيال البلطجية. باختصار آدم بيلعب مع نفسه الدور اللي الأب كان هيلعبه لو كان موجود، بس للأسف رغم إن مفيش بينهم أي استلطاف، آدم الكبير محتاج آدم الصغير في حاجة مهمة. دلوقتي هو عاوز يرجع من 2022 ل 2018، بس المشكلة إن الطيارة بتاخد بصمتك الجينية قبل ما تقدر تطير بيها، بالتالي لو أنت مصاب أو بتنزف، نظام التشغيل بتاع الطيارة بيعرف ده وبيمنعك انك تتحرك بيها عشان ما تعورش نفسك، عشان المكنه عارفه مصلحتك اكتر منك طبعا. وخش البس الجاكيت بقى عشان الدنيا بره برد. لما ادم الصغير بيساله عن اللي حصل للورا وليه ما رجعتش، بيقول له ان اكيد اللي حصل ده كان بفعل فعل. لورا طياره محترفه على اعلى مستوى، يعني تعتبر افضل طياره في برنامج تدريب الطيارين على السفر عبر الزمن، لدرجه انها يعني كتبت كتاب مخصوص عن ازاي تتحرك من خلال الفجوات الزمنيه، بالتالي اكيد حد بوظ لها الطياره بتاعتها عشان يموتها او يخلص منها. الموضوع فيه يحكى ان، ولازم نعرف ان ايه بقى. فجاه وهو قاعد بيشرح الكلام ده لادم الصغير بيهجم عليهم عدد من الاليين ويبداوا معاهم معركه. مين دول؟ دول الروبوتات بتوع الاستاذه سوريان اللي هي رئيسه ادم في الشغل سنه 2050، وهي الشخص اللي متحكم في الشركه الوحيده اللي بتقدم خدمه السفر عبر الزمن، بالتالي بقت اقوى شخص في العالم تقريبا، لان تحت ايدها اهم مورد في الحياه الوقت. بس الاهم من كل ده ان ادم شاكك ان هي اللي كانت السبب في ان لورا تختفي. في وسط المعركه مين اللي بيظهر فجاه بقى؟ ايوه لورا نفسها. هتقولي ثواني بس، هي مش اختفت في 2018 باين؟ هقول لك اه، بالنسبه لها هي بقى لها هنا 4 سنين اللي هم عدوا على ادم 24 ساعه. المهم وبعد عركه كبيره بيقدروا كلهم يهربوا وبيروحوا يستخبوا في بيت منعزل كده على الشط، وهنا لورا بتحكي لهم التفاصيل اللي ما كانوش عارفينها. الاستاذه سوريان كانت تعرف ابو ادم زمان، ابو ادم اللي زي ما قلنا قدر يوصل بنفسه للمعادلات اللي بتخلي السفر عبر الزمن ممكن. سوريان سرقت منه المعادلات دي وخدت عليها براءه اختراع لنفسها، بالتالي بقت هي صاحبه الشركه والوحيده اللي بتسيطر على التكنولوجيا دي. طبعا مش هينفع نسمح ان واحده مجنونه زي دي تبقى مسيطره على العالم بالشكل ده، بالتالي لازم نرجع بالزمن ونغير التاريخ من جذوره.
ودي مهمة آدم. لورا ما ينفعش تيجي معاه، عشان زي ما قلنا الطيارة ما بتتحركش غير بعد ما تاخد بصمة الدين ايه بتاعته. لو ركب معاه اي حد تاني الطيارة مش هتتحرك. وفعلا الادمين الاتنين، آدم 12 سنة وآدم ابو 40 سنة، بيركبوا في الطيارة وبيرجعوا لسنة 2018. هيعملوا ايه بقى؟ باختصار في حاجة زي مفاعل نووي كده. المفاعل ده هو اللي سوريان هتستخدمه في تطوير أجهزة السفر عبر الزمن. هو مش مفاعل نووي، هو مفاعل كهرومغناطيسي. هتقول لي يعني ايه مفاعل كهرومغناطيسي وايه علاقته بالزمن؟ اقول لك معرفش، ولا مؤلف الفيلم نفسه يعرف، بس خلينا نقنع نفسنا ان المفاعل ده مهم في السفر عبر الزمن، عشان في حاجه تانية اهم، وهي ان المفاعل الكهرومغناطيسي فيه مغناطيس كبير. مش بهرج والله، المغناطيس ده هيلعب معانا دور مهم قوي في المشهد بتاع المواجهه اللي في الاخر بين سوريان وادم. بس قبل ما نحكي خلينا نرجع تاني لدراسه جامعه هارفارد. الدكتور روبرت اللي نقل لنا الدراسه دي كانت رسالته الرئيسية هي أن الإنسان لازم يتجنب الوحدة بأي تمن، وقال أن واحد من كل خمس أمريكان بيعاني من الوحدة، وأن الوحدة تأثيرها مدمر على الصحة العقلية للإنسان. المثال الأوضح في الفيلم للشخص اللي ما فيش في حياته أي علاقة صحية هي سوريان نفسها، اللي تقدر تقول أنها strong independent woman، عمرها ما كانت محتاجة الراجل، عمرها ما ارتبطت براجل، بنت شركة عملاقة وبقت ثرية وعاشت حياتها وحيدة وفي الآخر موتت نفسها. لما رجعت قابلت نفسها في الماضي شفناها بتكلم نسختها الأصغر في السن وبتقول لها انت وحيدة وهتفضلي وحيدة بقيت عمرك، بالتالي لازم تحافظي على الشركة دي بأي تمن، انت ما عندكيش أسرة، الشركة دي هي كل أسرتك، ولو ما انقذتيش الشركة كل الأيام اللي قضيتيها وحيدة هتبقى راحت عشان ولا حاجة. وفعلا بتقدر تقنع نسختها الأصغر إنها تنضم ليها في صراعها ضد آدم ولويس، وفعلا خدوا بعضهم وطلعوا على المفاعلية. وبكده بنوصل لمشهد المواجهة الأخير. على يمين الملعب عندنا آدم الصغير وآدم الكبير، ومعاهم الأب لويس. هدفهم ببساطة هو تدمير الهارد ديسك اللي عليه المعادلات المستخدمة في السفر عبر الزمن. وعلى الشمال عندنا سوريان الصغيرة وسوريان الكبير، عاوزين ياخدوا منهم الهارد سليم. لما سوريان بتضرب عليهم رصاص، الرصاصة بتغير اتجاهها نتيجة المجال المغناطيسي القوي في المكان ده، وبدل ما تصيب آدم تصيب نفسها، أو بمعنى أصح نسختها الأصغر. وطبعا أول ما سوريان الصغيرة بتموت، سوريان الكبيرة بتختفي من وجود، عشان زي ما قلنا في خط زمني واحد وأي حادث في الماضي بيغير الحاضر فورا. وبكده بتموت سوريان وفكرة السفر عبر الزمن بتنتهي. بس توتا توتا، لكن فاضل لنا أهم مشهدين في الحدوتة. آدم دلوقتي هيقابل أبوه، بس السؤال يا ترى هيقول له إنه هيموت كمان 3 سنين؟ الراجل هيموت في حادثة عربية، يعني ممكن يحذروه يقولوا له انت هتموت يوم كذا الساعة كذا في المكان الفلاني، ابقى بص يمين وشمال قبل ما تعدي الشارع بس كده يعني، ويبقى انقذ حياة ابوه. بس الغريب ان الاب بيرفض انه يعرف، بيقول لهم انا مش عاوز اعرف هموت امتى ولا ازاي، احنا عملنا كل ده عشان نمنع شخص تاني من انه يتحكم في الزمن، يبقى مش من حقنا ان احنا كمان نتلاعب بيه. ادم بيقول له بس ده مستقبلك انت، بيقول لهم لا مستقبلي هو انتو، وانا اكتر شخص محظوظ في الدنيا عشان قدرت اشوف مستقبلي قدامي بالشكل ده. وبعدين بيعمل حاجة مهمة جدا، بس الحاجة دي هي اللي بتغير مستقبل آدم للأبد. بس قبل ما نقول ايه هي، خلونا نشرح العلاقة المعقدة اللي كانت بتربط آدم بأبوه. لما آدم بيقابل أبوه لويس في نص الفيلم بيقول له انت كأب عمرك ما كنت موجود في حياتي، دايما كنت مهتم بالكون اكتر من اهتمامك بابنك. ولما لويس بيرجع لمراته يقول لها انا حاسس اني فشلت اني ابقى اب مثالي لابني، بتقول له على فكرة هو مش محتاج اب مثالي، هو محتاجك انت بعبلك كده، مهما كان انت ابوه وحش حلو ابوه خليك بس موجود في حياته. الغريب ان بعد موت الاب بنشوف ادم الصغير مفتقده، بس ادم الكبير بيكرهه. الله ليه؟ ازاي الافتقاد اتحول لكراهية؟ ادم الصغير بيفسر لنا ده في جملة عبقرية لما بيقول لادم الكبير انت عمرك ما كرهت ابوك، انت بس اقنعت نفسك انك بتكرهه عشان تهرب من حزنك عليه، لان الغضب دايما اسهل من الحزن، ومع مرور الوقت بتنسى الفرق بين الاثنين. لما ادم بيصارح ابوه بكل ده، الاب بيصلح ده بانه ببساطه بيعتذر وبيقول له انه بيحبه وانه فخور بيه، وان ده مش هيتغير لاي سبب، وهيفضل يحبه حب غير مشروط الى الابد. دي الحاجه اللي ادم كان طول عمره نفسه يسمعها، ولما بيسمعها اخيرا بيتصلح الكسر اللي جواه. عشان كده لما بنرجع لعالم الواقع بنشوف ادم في حياته الجديده شاطر في المدرسه، ما بيتخانقش مع حد وما بيصرخش في وشهم، ببساطة لأنه بقى إنسان سوي لما الشرخ اللي جواه من ناحية أبوه اتصلح. مشكلته الحقيقية ما كانتش إنه فقد أبوه، بل إنه فقده قبل ما يحس بحنيته وحبه ولو لمرة. آدم لما رجع بالزمن ما حاولش يشتري حاجة سعرها هيغلى في المستقبل، زي شقة في العاصمة الإدارية الجديدة مثلا، هو بس صلح علاقته بأمه وعلاقته بأبوه، وده خلاه إنسان أسعد بقية حياته. هتقولي بس هو كان عنده آلة زمن، دلوقتي آلات الزمن في مصر أسعارها في الطالع، وحتى لو جبت واحدة مستعملة من أوليكس أو تقسيط من راديو شاك برضو البنزين غالي وآخرك هترجع يوم ولا اتنين ورا. بس هقولك ما برضو الأستاذ روبرت رئيس التجربة قالك الحل،
قال لك المفروض تبدأ من دلوقتي تشتغل على علاقاتك بالآخرين بحاجات بسيطة، زي إنك تقلل الوقت اللي بتقضيه على السوشيال ميديا مثلا، وتكتر الوقت اللي بتقضيه مع ناس حقيقيين حواليك. تعمل حاجات مع زوجتك أو زوجك أو مع أولادكم ما بتعملوهاش كتير، زي خروجات أو ألعاب أو أكل برا إلى آخره يعني. ترفع سماعة التليفون وتكلم قرايبك اللي ما كلمتهمش من سنين، ده هيحسن علاقتك بيهم لأنها أصلا قوية بحكم الدم أو بحكم الذكريات، وده صدقني هيفيدك أكتر بكتير مما لو كان جدك اشترى حتة أرض في التجمع في التسعينات. بس كده ونشوفكم على خير إن شاء الله.